هنعمل طاجن من البروكسل على البخار. اوكي، ومش عايز استعمل دي زي ما هي كده علشان ما يبقاش الخضار بتاعي ملامس تقريبا للبخار وهو طالع. عايزه يبقى بعيد عن البخار ويبقى في وسط. الوسط هو عبارة عن حدوتة البخار. هحط في المية شوية ملح، اوكي، وشوية ليمون، شوية ليمون، اوكي تمام. يلا خلاص، لسه اوكي. نقول بقى، قولي قوالة، وانتي قولي قوالة. اوكي، وقوم حاطط البروكسل هايل هايل، والفاصوليا. هي عملت ايه؟ شفتوا بقى انتوا، شفتوا بقى غلط اهو كده. البروكسل والفاصوليا، والفاصوليا، ونغطي. يا سلام بقى، يا سلام يا سلام لو الغطا ايه، احكام احكام، يبقى احلى حاجه في الدنيا. طيب خلاص، عقبال ما دول يقولوا حاجه كده، هو ما انا ايه مسخن الطاسه بتاعتي وحاطط شويه زيتوته، ها، وايه، وموطي النار شويه تمام وكده حلو. يلا ناخد بقى شويه الكرات، ها، حلوين دول، وايه، واجلينهم، يعني اقطعهم كده، مش جولينات قوي يعني، انما ايه، هنعملهم كده. يلا اهو، لطيف، ما جولينتش قوي يعني، اقطعهم بالورد كده. زيتنا سخن، انزل بقى بالكرات، مش بصل اخضر، مش بصل، كرات، هذا هو الكرات. اللون بقى بتاعه كده لما يبقى حلوله كده، اوكي، ويشف والابيض بتاعه والاخضر كده لونه يحلو كده، جميل جمال، اوكي. بس يا ولد، واتيفر واتيفر، ها، اقوم شايله، تعالي لي، هتشيله تشيله تشيله، يلا يلا. اوكي، انا عايز بقى من الكلام ده، اصبر اصبر، صبرينا شويتين كده. يلا شويه ملح بقى، ها، اللي هناخدها في الطاجن بتاعنا اهي. اوكي يلا، اوكي، الله عليه الله عليه الله عليه. يلا نشيله بقى، يلا الدقيق بقى، شوية دقيق، معلقة كبيرة ممسوحة، وشوية ودمناية كده، اوكي،
اخبارك ايه؟ شايفين بقى كده الفاصوليا عامله ازاي؟ اهي شايفين لونها عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزه، اللون الاخضر الحلو الجميل ده. وانتي متشكر لك قوي كده، ثانك يو. وادي ده كده على جنبتنا. خليك انت ايه، وينك وينك يا مشتاق. اوكي يلا، هناخد بقى ايه، بيضه. والله ممكن هنا كم تنكبت يعني. اوكي بيضه، درجة حرارة الغرفة اللطيفة الجميلة. اوكي. وبعدين معاها شوية لبن. وينك وينك؟ طبعا دي تحتاج شوية فلفل عشان زفرة البيض. مش قوي قوي يعني. سنونة كده. وننزل باللبن. يلا ننزل بقى ايه باللبن الأول. هكذا. يلا والكريمة، كريمة طهي. اوكي ونقلب. اوكي وايه نقلب. يلا نحط بقى الجبنة الرومي ونرفع من على النار ونقلب. اذا احتاجنا بقى انها تقلت معانا بزيادة ومحتاجين نظبط القوام، هنحط ايه، مرق ال بتسموها ايه، الاقفاص وبتاعه والكلام ده هياكل. اوكي يلا ننزل بالقصه دي.